أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وهذه فقرة التقارير. طبعا بما أننا خارجين من شهر رمضان الكريم، ما ينفعش ما نتكلمش عن دراما رمضان أو المسلسلات التي عرضت في شهر رمضان. والتقرير اللي جاي اللي هنشوفه عن الدراما الرمضانية اللي كانت أبرز سمات هذا الشهر في مصر. وطبعا رأي الناس كان في دراما النجم الواحد وكان في دراما البطولة الجماعية. تعالوا نشوف ونعود مرة أخرى مشاهدينا، ابقوا معنا. وسط زخم الأعمال الدرامية المعروضة في رمضان، باتت المنافسة في هذا الموسم شيء طبيعي، وقد اختلفت آراء الجمهور حول الكثير من تلك الأعمال. ليبقى مسلسل ابن حلال وسجن النساء وصاحب السعادة من أكثر المسلسلات متابعة حسب رأي الجمهور. ابن حلال. ابن الحلال وصاحب السعادة. عادل إمام. مسلسل حبش. ابن حلال. اتفرجت على ابن حلال. ربنا يفرج عليا وعليك. حبش ولدي عافيه زي الفل. ولدك في حوض الخزران. الدنيا ممكن تحني شويه لكن مش هتكسب. مسلسل سجن النساء. افتح. اسمي غالي، انا حارسه في سجن القناطر. ده انت هتتبسطي معانا هنا قوي. اعتبر كثير من النقاد ان نجاح هذه المسلسلات يرجع الى وجود قدر كبير من المصداقيه، بينما وجه نقاد كثيرون انتقادات لبعض الاعمال الاخرى كمسلسل سرايا عابدين لوجود بعض المغالطات التاريخيه، ومسلسلات أخرى بها كثير من المشاهد الخادشة للحياء في الشهر الكريم. ابن الحلال بيتكلم على الطبيعة اللي بتحصل في البلد والظلم اللي الناس بتشوفه وللغلبة بيشوفوه. أنا بشايف ابن الحلال ده أن عيل مكهور ولا ولد مكهور من أبناء مصر الطبيعيين عايز يمشي عدل، والظروف العوالية مش كانتش متاحة ليه في العهد البائد يعني. بتفرج على ميسي والسبع وصايا. الوصايا السبع حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. وانت بتتفرج بيشدك في مواضيع ممكن تكون قصة واقعية وممكن تحصل مع اي واحد، يعني مش شرط نفس الشخصية ديت، ممكن تحصل مع اي واحد مننا. يعني طالع راجل بجد وبيتكلم عن الحق وبيتكلم عن الظلم ازاي بيتظلم. كله 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 100% ما فيش حاجة وحشة. حسب تقرير رصده مركز بصيرة لبحوث الرأي العام، جاء مسلسل ابن حلال في مقدمة الاعمال الاكثر مشاهدة حسب نتائج الاستطلاع، ويلي مسلسل دلع بنات لمي عز الدين، بينما شغل مسلسل سجن النساء المركز الثالث في القائمة.